خلينا نروح سريعا لجولة لأخبار المحافظات. في أسوان تم توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب بمنح تقدر ب 2,800,000 جنيه. أما في الفيوم فتم افتتاح السوق اليومي الدائم لبائعي الخضر والفاكهة. وفي أسيوط تم الانتهاء من تنفيذ 47% من مشروع قناطر ديروط الجديدة. أما في المنوفية فقد تم تمويل 73 مشروع ضمن مشروعات برنامج إقراض الأسر للقرى والأحياء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسوان تم توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب ب 2.8 مليون جنيه، وده في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب اقتصادياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الفيوم افتتحت المحافظة السوق اليومي الدائم بمنطقة الحدقة اللي تم إنشاؤه كسوق حضاري مجمع لبائع الخضر والفاكهة بالجهود الذاتية، وده بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتجميع الباعة الجائلين داخل البكيات المخصصة ليهم. وبيضم السوق 104 بكية داخلية و25 بكية خارجية متاخمة للرصيف. فأسيوط أعلنت المحافظة إن معدلات التنفيذ بمشروع قناطر ديروط الجديدة تجاوزت 47% حتى الآن، وبيجري تنفيذ القناطر ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بخمس محافظات. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بقرية أبيس الأولى على مدار يومين في إطار مبادرة حياة كريمة، وضمت القافلة 9 تخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على 1668 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج ليهم بالمجان. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تنفيذ 73 مشروع اقتصادي بتمويل 568,000 جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، بجانب تدشين الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع، وده بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 28 رحلة طيران دولية أوروبية على متنها 12,000 سائح، وده ضمن 118 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة. وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم. في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه تقرر فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت بنطاق المحافظة لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة تخفيفاً عن المواطنين، وده بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري هيئة البريد بشمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات أيام صرف المعاشات لكبار السن. في بورسعيد أكدت المحافظة أنه هيجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وده على غرار المناطق السكنية اللي شهدت تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى ضمن خطوات التنمية المستدامة اللي بتشهدها المحافظة على كافة الأصعدة. وهيشمل التطوير العمارات السكنية والطرق وإقامة ملاعب ومسطحات خضراء وغيرها لتحقيق الوجهة الحضارية والجمالية للمنطقة.